رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. سموت بالدين عن دنيا الدناءات، رفعت رايات إقبال وإخبات، سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجلي من السير في وحل الملذات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ حياك الله. حالك باهي طيب؟ كيف صحتك؟ الحمد لله. وشيخنا احنا عندنا شوية ظروف فنحتاج إلى مشورتكم وفتوتكم في الموضوع. تم. الله يسلمك ويبارك فيك. شيخنا طبعا أنت تعرف الآن المجلس الأمن المجتمع على ليبيا بخصوص هذا القرار، هذا اللي هو قرار الحظر الجوي على ليبيا. نعم. وطبعا يعني هذا الحظر، كلمة حظر جوي يعني للكثير من الناس للوهلة الأولى يبان على أساس أنه ما فيش طيران، لكن هو قرار خبيث وخطير جدا. ونحن الآن عندنا مسودة هذا القرار، وهو تضمن حوالي 7 صفحات أو 5 إلى 7 صفحات. بمجرد ما يتم إعلان الحظر الجوي، هذا الحظر الجوي يترتب عليه حسب القرار اللي عندهم أن تقوم القوات الأجنبية أو هذه في مجلس الأمن بضرب كل المطارات ومنظومات الدفاع الجوي وسلاح الجوي الليبي، وفرض حظر جوي مدني وعسكري في الأجواء الليبية، ودخول الأسطول الأمريكي السادس حتى داخل المياه الإقليمية بحملة الطائرات حتى يتم تطبيق هذا الحظر الجوي، يعني انتهاك للمياه الإقليمية. غزو. نعم. وبيع وحظر بيع النفط من قبل ليبيا، يعني ممنوع حد يشتري النفط. يعني سمحت الشيخ، هذا يعتبر طبعا اعتداء وحرب وغزو. من الناحية الشرعية، هل جهاد الدفع هل فرض عين؟ وكيف أيضا حتى كانت توضح لي لو سمحت فيها الناس اللي في المنطقة الشرقية المعارضة الذين جلبوا هؤلاء الكفار والقوة، فما وقوفهم بهذه باستعانتهم بالكفار في هذه لا ريب ان فتح الباب للكفار للتدخل في شؤون المسلمين هو غلط ومخالف لكتاب الله وسنه الرسول، بل ان ما عملوه في الاصل من الخروج هذا الامر خطا جر بعده اخطاء، كما هي خطوات الشيطان. فحينئذ الحقيقة أو أنفسهم في حرج عظيم باستعانتهم بالكفار وجعلهم بلاد المسلمين مستباحة للكفار، وتدخل الكفار فينبغي قتالهم وجهادهم. هذا الواجب على المسلمين، هذا الواجب حتى على أهل لا يستعينوا بالكفار على أخوانهم المسلمين لأجل شيء من الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتكم. نعم. النبي نهاهم عن الجهاد وحذر من هذا عليه الصلاة. كيف يفتح للكفار بابا لأجل فقط الحصول على الحكم والكرسي؟ لا ريب أن هذا أمر يعني فادح وخطأ عظيم، يجب عليه أن يتوبوا إلى الله وأن لا يتعاون مع الكفار وأن لا يستعينوا بالكفار. الله أكبر. بارك الله فيك يا شيخ.
سموت بديني عن دنيا الدناءاتي رفعت رايات سلكت درب الهدى من بعد ما سائمت رجل الذات سموت دنيا الدناء أعت رايتي سلكت درب ولا سيري في وحل الملذات سموت بالدين دناءاتي رايات إقبال وإخباتي سلكت درب سائمة رجلي من السير في وحل الملذات. الأمر مؤمن إن شاء الله ويحفظنا ويحفظ بلادنا يا رب العالمين ويحفظ أولادنا. سامرين ليل ونهار ندوم يا قائد اجداد عزيمة نسيروا عليه مبداك ديما ديما شفنا عمر المختار فينا معمر بالحلال كرامة نتمنى بين الموت اشبعنا لنا وفسانا ووقعنا الله يحفظه يا مولانا والله العظيم والله العظيم ان حازينا فيها الحريه حازينا فيها السلطه حازينا فيها السعاده اللي احنا فيها ان شاء الله.